انشغل بنفسك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والإمام الحسن بيقول: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وسيدنا لقمان بيسألوه: يعني ما بلغ بك من الفضل؟ يعني إيه اللي وصلك للفضل العظيم اللي أنت فيه دوت؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيه. وفي الحكم العطائية: تشوقك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوقك إلى ما حجب عنك من الغيوب. في زاهد قابل أخوه الزاهد فبيقول له: يا أخي أحبك في الله. قال: لو علمت ما في نفسي لبغضتني في الله. فالأول قال له: لو علمت من نفسي ما تعلم من نفسك لكان لي من نفسي شغل عن بغضك. فبكر ابن عبد الله المزني بيقول: إذا رأيت الرجل قد انشغل بعيوب الناس عن عيب نفسه فاعلم أنه قد مكر به. وسيدنا عمر الخطاب خاف على نفسه من النفاق، ما عادش يحلل ويقول ده فلان وفلان، فكان بيسأل حذافة بن اليمان عن نفسه: أسمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ لنفسي أبكي لا أبكي لغيرها، نفسي عن نفسي، لنفسي من نفسي عن الناس شاغله. وكان سيدنا عمر بيقول: رحم الله امرئا اهدى الينا عيوبنا. وعمر بن عبد العزيز الخليفه الراشد كان بيقول لمولاه مزاحم: ان الولاه جعلوا العيون على العوام، وانا اجعلك عيني على نفسي، فاذا سمعت مني كلمه ترضى بي عنها او فعلا تحبه فعزني عنده وانين عن عنها. وبلال بن سعد بيقول لصاحبه: بلغني ان المؤمن مرآة اخيه، فهل تستريب من امر شيئا؟ الناس مشغولة بنفسها، بتصلح نفسها، مش مشغولة بالآخرين، مش مشغولة بإن فلان ده غلط، فلان ده عمل، وتقعد تحلل وتقعد تضيع وقت في حاجة مش يوم القيامة مش هو مش مسؤول إن هو يصلح الكون، مسؤول إن هو يصلح نفسه ويصلح اللي حواليه. إنما نقعد ده فلان الشيخ فلان غلط، اللعيب الفلاني، نركز على نفسنا وما نضيعش وقتنا في أمور مش هتفيد خالص. وميمون بن مهران بيقول: قولوا لي ما أكره في وجهي، لأن الرجل لا ينصح أخاه حتى يكون له في وجهه ما يكره. وكلا الربيع بن هيثم: ما نراك تعيب الناس؟ قال: لست عن نفسي راضيا حتى أتفرغ لذم الناس. سفيان بن الحسين بيقول: كنت جالسا عند إياس بن معاوية فنلت من إنسان، فسأله إياس بن معاوية، قال له: هل غزوت هذا العام الترك والروم؟ قال له: لا. قال له: سلم منك الترك والروم وما سلم منك أخوك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: كان في رجلين من بني إسرائيل متوخيان، كان أحدهم مذنب والآخر مكتئب في العبادة.